البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الماسك. الصراحه البنات زوين 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 بزاف، كيصلح للوجه واليدين. انا غادي نستعملو دابا لوجهي واليدي حتى هما، وساهله البنات وما فيهش شي مكونات، ما كاينينش يعني مكونات بسيطه، والصراحه المفعول ديالها زوين. كنحتاجو فيها البنات، عندنا النخاله ديال القمح اللي كنطحنو، وعندنا دانون مسوس، ياغور طبيعي مسوس. وبالنسبه للبنات اللي كتكون البشره ديالهم جافه، استعملوا فيتامين او ولا اي زيت عندهم، ماشي بالضروري فيتامين او، المهم خاص تكون شي زيت باش شويه تيدم لينا البشره ديالنا. كنحتاجو تقريبا واحد، انا بالنسبه ليا غندير ايديا ووجهي، غنحتاج تقريبا واحد جوج معالق كبار. ديال النخاله ومعلقه تقريبا كبيره ديال دانون مسوس. انا كنديروا البنات في هاد البواطات هادو، راه دايرين غير شي 5 دراهم. ملي كنحل هذاك ديال دانون ما كنبغيش نخلي هكا، كنديرهم في هاد البواطات هادو وكنستعملهم. وكنحتاج تقريبا واحد 3 قطرات هكاك ديال فيتامين او. صافي البنات كنخلطوا هادشي كامل. راه هذا دابا غوماج وماسك في نفس الوقت، عرفتي والله الا هاد الماسك شحال هادي كنت كنستعملو، صافي ما بقيتش واحد المده ما بقيتش كنديرو، حيت كانت الصراحه النخاله ما كتكونش عندنا في الدار. دابا ملي جبتها غنزيد واحد شويه تاع دانون. انت عارفين البنات الفوائد ديال اللي كاينه في هاد النخاله، راه زوينه، راه فيها الالياف وفيها بزاف ديال المنافع ديالنا بالنسبه للبشره ديالنا. البنات هذه دابا انا غندير منها لوجهي وغندير منها حتى اليدي حتى هما. كديروها تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه، غديروا على الوجه ديالكم وعلى يديكم، يعني تكون عندكم الوقت الكافي ملي تكونوا باركين كديروها على يديكم وعلى وجهكم، وكتخلوها قلت لك واحد 20 حتى 25 دقيقه، وكتبقاو دوروا هكا حركه دائريه بحال كتقوميو، حيت هي منها ماسك ومنها قوماج، بحال كتقوميو في الجه ديالكم وفي يديكم. صافي وكتغسلوها البنات شويه بالماء يكون بارد. صافي البنات ودهنوا الوجه ديالكم باي كريم كتديروه الوجه ديالكم مرطب، واليدين اي معطب عاوتاني كتستعملوا. انا البنات كندير هذا خصيصا، هذا غير الكوزينه، حاطه غير في الكوزينه، قسم ما كملت الشقه ديالي ولا كملت كنستعمل، حيت اش البنات انا في البرد يديا كينشفوا ليا بزاف، يعني حتى لدرجه بعض المرات كيتشقوا كيدوزوا ليا بالدم. الحمد لله ملي كندير هذا الكريم هذا بعدا من ملي كنكمل الشقه ديالي الحمد لله بخير، واخا يدي زعما ماشي ما نشفوش ليا شي نشاف. هو نوريكم البنات الطريقه اللي كندير هكا اليديه بحال الطريقه هادي، عرفتي حتى هي كتلق داك الحليب اللي كيكون فيها في النخاله. بالطريقه البنات نديرو يدينا صافي، وكنخليوها قلت لكم من 20 حتى 25 دقيقه. انا البنات درتها ليدي، غنمشي دابا نديرها لوجهي ونديرها ليد الاخرى، ونطلق معكم نوريكم كي كيوليو اليدين من ورا هاد الماسك والمقشع. هانتوما البنات يديا من بعد ما دازت واحد 20 دقيقه وقوميتو مزيان، راه واخا كينشفو واحد شويه، واخا تزيدو غير قطيره ديال الماء وتبقاو تقوميو فيه. هانتوما البنات كي كيجي اليدين الصراحه، عرفتي كتحسوا بالبشره ديالكم بحال تغدات، عرفتي كيكونوا رطبين الصراحه البنات، غير دوموها والله حتى زوينه هاد الوصفه هادي. وغندير واحد شويه تاع الكريم ديال الكليسوليد. صافي البنات كندهن يدينا،
ثم البنات والله الا يديكم كيعجبوكم لا يديكم ولا وجهكم. صافي البنات صافي دابا تقدري تمشي تبركي هاني، وخا تزيدو تعمرو يديكم مازال بهذا وكتخليهم حتى كيشربوا لكم مزيان. صراحة زوين البنات والله. وجهي انا دابا كنايا تبقى ما وصلش الليل، غادي ندير غير غندير لي غير شويه تاع نيفيا سوفت. صافي البنات، وكنتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الماسك هذا راه زوين البنات. كنتمنى تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومونتير، والبنات اللي باقي ما دخلوش تابوناو يدخلوا يتابوناو عندي في القناه باش ان شاء الله العائله ديالنا تكبر. ويلا البنات نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله، ما تنساوش كنبغيكم كنبغيكم، وكنشكر كاع البنات اللي كيدخلوا عندي وكيخليوا لي كلمات زوينين. وبالنسبه للبنات غنحط لكم نحط لكم في صندوق الوصف الانستغرام ديالي، هذا كنكون فيه بزاف وكنحط فيه تقريبا يومياتي، غنخليه لكم في صندوق الوصف. كنتمنى تدخلوا تشرفوني فيه حتى هوايا. يلا البنات نخليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.